عادات خاطئة برمضان أوعى تعملها. أولاً، شرب الماء بكثرة يعتبر من أكبر الأغلاط بأي فترة من اليوم، لأنه هذا الشيء رح يعمل على زيادة عمل الكلى للتخلص من الماء وزيادة الرغبة بالتبول. هذا الشيء رح يسبب العطش بالنهار، وبدل الإكثار من الماء ينصح بتناول الفاكهة الغنية بالماء على السحور مثل البطيخ. وكمان شرب الماء البارد عند الإفطار يسبب التقليل من حركة الدم للمعدة والأمعاء، هذا الشيء بسبب مشاكل بالجهاز الهضمي مثل المغص وحدوث التقلصات، لذلك ينصح بشرب الماء الفاتر. ومن الأغلاط أيضا تناول الحلوى بعد الإفطار، هذا الشيء بيؤدي لتراكم الدهون بالجسم وزيادة السمنة والكوليسترول، لذلك يجب الانتظار قليلا ونبدأ بقطعة أو تنتين، ويفضل مرة أو تنتين بالأسبوع بحد أقصى وليس بشكل يومي. الغلط الأكبر هو تناول الأطعمة المملحة والمخللات، لأنه هذا بيساعد على زيادة تخلص الجسم من الماء، الأمر اللي بيؤدي لزيادة الشعور بالعطش باليوم التالي، وأيضا بيؤدي لعوارض تانية مثل عدم انتظام ضربات القلب. رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير.